لزيارتكم يا صاحب الجلالة بحكم كل ما تمثلونه من رمز للحوار وكأحد بناة الجسور بين الأمم، إنما تأتي في وقت بالغ الأهمية بالنسبة لليونسكو، حيث ينعقد مجلسها التنفيذي لدراسة الخطة متوسطة الأجل المنظم. إن زيارتكم ستقدم دفعة جديدة لعلاقات التعاون بين بلادكم وبين اليونسكو، وهي علاقات نحن بحاجة إلى الحفاظ عليها في مواجهتنا لتحديات الغد. فمرحبا بكم في دار اليونسكو يا صاحب الجلالة، وأهلا وسهلا بكم يا جلالة السلطان في اليونسكو. وهكذا أيها الأخوة، استمعنا إلى ترجمة كلمة معالي المدير العام، قدمها لكم الأخ محمد هيكل المترجم الرسمي لليونسكو. الآن مع الكلمة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، والتي ستترجم إلى اللغات الستة الرسمية فوريا. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي المدير العام لليونسكو، معالي رئيس المؤتمر العام، معالي رئيس المجلس التنفيذي، أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء الوفود والمندوبين وأعضاء السلك الدبلوماسي، يسعدنا أن نتوجه إليكم وإلى جميع الحضور بوافر الشكر والتقدير لاحتفائكم بنا في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم. ولكل ما عبرتم عنه معالي المدير العام في كلمتكم من مشاعر طيبة وصادقة نحو شخصنا وبلادنا، كما يسعدنا أن نهنئكم على الجهود الكبيرة والفعالة التي تقومون بها في إدارتكم للمنظمة، متمنين لكم ولكل أجهزة اليونسكو ولجانها والعاملين بها كل التوفيق والنجاح. معالي المدير العام، إنه لمن دواعي اعتزازنا أن نقوم بهذه الزيارة لمقر اليونسكو لما تهيئه لنا من فرصة للتأكيد على الأهمية البالغة لرسالتها النبيلة في التقريب بين الشعوب وتطوير الصلات العلمية والثقافية فيما بينها، بما يساهم في ترسيخ روح التفاهم والتعاون وتوطيد السلم والأمن العالميين وضمان الاحترام الشامل للعدالة والحريات الأساسية، فضلا عن أهمية دور اليونسكو في تكريس التقدم العلمي والحضاري لخير البشرية جمعا. معالي المدير العام، إننا إذ نحيي الجهود الإيجابية التي تقوم بها اليونسكو في هذا الإطار من خلال مساهمتها المستمرة في برامج التنمية والتعليم بالدول النامية ومشاركتها الإيجابية في حماية التراث ونشر الثقافة وتعميق الحوار بين الحضارات، فإننا ندعو كافة الدول والأعضاء إلى العمل بكل تعاون وإخلاص لتعزيز دور اليونسكو في هذه المجالات الأساسية بما يتفق وأهميته المتزايدة في عصر تشتد فيه الحاجة إلى إعلاء كل القيم والمثل والمبادئ التي تعمل هذه المنظمة على إبرازها وتأكيدها
كروابط قوية تجمع بين سائر الأمم والشعوب، وكأساس وطيد لتعاون مثمر يساعد على تحقيق طموحاتها في التقدم والازدهار. وإنه ليسعدنا في هذه المناسبة أن نشيد بالتعاون القائم بين اليونسكو وسلطنة عمان في مجالات التربية والعلوم والثقافة، كما نعبر عن شكرنا وتقديرنا لما تعتزم اليونسكو القيام به من مساهمة في ترميم إحدى القلاع التاريخية الهامة في بلادنا، وهي قلعة بهلة التي سجلتها اللجنة الدولية للتراث العالمي ضمن قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، ولما أبدته من استعداد للمساهمة أيضا في الندوة العالمية لصخور الأفليوليت العمانية المقرر عقدها في السلطنة مع مطلع العام المقبل، والتي ستشارك فيها مجموعة كبيرة من العلماء والباحثين من مختلف أنحاء العالم. وانطلاقا من إدراكنا لأهمية البرامج التي تقوم اليونسكو على تنفيذها ضمن عقد الأمم المتحدة للتنمية الثقافية، فإن بلادنا قد حرصت على المشاركة في المشروع الكبير الخاص بإجراء دراسة شاملة لطرق تجارة الحرير، والذي أطلق عليه طرق الحوار بين الحضارات. ومن هنا كان اهتمامنا بتخصيص اليخت السلطاني فلك السلامة لتنفيذ الرحلة البحرية للمشروع، وإننا لنأمل لهذا العمل الحضاري الكبير كل النجاح في تحقيق الأهداف المرجوة منه لتوعية الأجيال بأهمية الحوار وحفزها للاطلاع على السجل التاريخي للتفاهم البشري الذي تم عبر طرق التجارة العالمية القديمة، وقدم مثالا طيبا للتمازج والتوافق بين التقاليد والعادات والمعتقدات في عصور تعود إلى أكثر من 2000 عام، لما لذلك من أهمية في تقوية أواصر التواصل الثقافي والحضاري بين سائر الشعوب في توطيد روح التفاهم والوئام في تحقيق أهدافها في التقدم والرقي. وتقديرا منا لدور اليونسكو في تكثيف الجهود العلمية وحفزها للمشاركة الفعالة في إسعاد البشرية، فإنه ليسرنا أن نقدم هدية مالية للمنظمة يخصص ريعها السنوي، ليكون جائزة لمن يسهم من العلماء والمعاهد والمؤسسات بجهد بارز للحفاظ على البيئة. وفي الختام، فإنه لا يسعنا إلا أن نعرب عن مزيد من الشكر والتقدير لكم معالي المدير العام ولكل الحضور، مع أطيب تمنياتنا لليونسكو باطراد التقدم في أدائها لرسالتها الإنسانية السامية. والسلام. استمعتم إلى النطق السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم في هذه الكلمة
المهمة التي ألقاها في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم أي اليونسكو، والتي استعرض فيها العلاقات الوفيدة بين عمان واليونسكو.